كابتن احمد، هو ربنا رحبكم الكوره، يعني دخلت انت في حته تانيه خالص غير الكوره. بس ما دخلت فيها وفشلت يعني. انا كده بدات كوره، بدات زي اي طفل صغير يعني. انا كنت حابب الكوره وبتاع، ف بس دخلت يعني ما نفعتش فيها خالص. انا ما بعملش حاجه غير يعني، حتى لما باجي العب كوره دلوقتي ما بعم... يعني لما حد بيختارني فرقه انا عشان اجري على الوينج فاهم، وبس باصي الكوره بس. ممنوع من الكوره لا طبعا يعني. دلوقتي ممنوع نهائي. هل في تحيز برضه في الالعاب الاخرى انت شايفها؟ انت بدات طبعا في طلعت الجيش، ودلوقتي في طلعت الجيش، هل في تحيز في الالعاب الاخرى؟ ده اللي انت شايفه. ده السؤال الاول. هسالك سؤال تاني خاص بحياه النجم بس بعيد عن الاعلام يعني. بالنسبه للتحيز اللي هي الالعاب الجماعيه او الكوره كمان بالذات، يمكن احنا في اخر فتره بس اللي شفنا ان الحمد لله الالعاب الفرديه بدات ان هي بيزيد الوعي عنها، وبيزيد ان هي بتتطور بشكل كبير جدا. يمكن حتى في اولمبياد باريس يمكن حققنا 3 ميداليات بس لو جينا نبص على المجمل في الاخر احنا في تطور كبير حصل في البرفورمنس بتاع اللعيبه نفسها وبتاع وعي الرياضيين نفسهم. يعني يمكن شفنا لعيبه كتير جدا وصلوا ان هم بيبقوا في السيمي فاينلز بس بيخسروا يعني فريق الكوره، فريق يمكن هنقول في الدور الثمانيه بس، في السلاح، في المصارعه، يعني العاب كتيره جدا كنا خلاص قريبين من الميداليه ويعني ما حصلش نصيب في الاخر. بس يمكن كان في الاول الاتجاه كله ناحيه الكوره، ناحيه الـ يعني حتى الصرف كله كان في الكوره. بس دلوقتي بقينا بنشوف ان سبونسرز كتيره بدات تدخل في الالعاب الفرديه بشكل كبير جدا، وبتدعم الالعاب الفرديه. وكمان الالعاب من الالعاب الجماعيه، الهاندبول، الفولي. يمكن الهاندبول بقى مميز بشكل كبير جدا في اخر 6 7 سنين، وكنا نامل ان هم يجيبوا ميداليه في اولمبياد باريس، كانوا قريبين بس ما حصلش برضه نصيب. فاللي اقدر اقوله في قصه التحيز دي ان احنا الحمد لله اتطورنا، في تطور تاني المفروض ان احنا نوصل له يعني على اولمبياد لوس انجلوس 2028 ان شاء الله. نتمنى ان الوعي يزيد عن الالعاب الفرديه والاهتمام يروح برضو للالعاب الفرديه، وساعتها نقدر بقى نقول ان شاء الله يعني نامل في عدد ميداليات اكبر في اولمبياد لوس انجلوس 28 ان شاء الله. شايف ازاي وسائل الاعلام الرياضيه بتتناول خصوصيه البطل الاولمبي او الرياضي بصفه عامه؟ اوكي. يمكن انا هتكلم في النقطه دي بصراحه شويه، بس اللي اقدر اتكلم فيه في قصه الاعلام مع خصوصيه الابطال او خصوصيه الرياضيين، في اتجاه شويه في ان 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 البطل حق مشروع لكل الناس. دي حقيقه في الناحيه ان هو ان يخدم البلد، ان هو يزيد يعني يمكن احنا بنقول ان الرياضيين سفر للبلد، ان اللي بيعملوه بيتشاف بره. يعني الحمد لله الواحد بيبقى عنده ناس كتيره جدا من بره بتشوفه بسبب ان هو حقق اولمبياد، رول موديل مثلا للناس كتير حتى مش في مصر بس لا بره. ففي الاتجاه ان هو يروح ان هو بيخدم البلد ويزيد الوعي عن او الناس اللي بره تعرف احنا عندنا ايه هنا في مصر. ده الناحيه دي انا احترمها جدا وبحبها حتى ان انا بشارك فيها دايما. لكن في خصوصيات الاعلام بيتدخل فيها ساعات شويه ما بتبقاش مريحه، او بنحس ان حتى لما انا مثلا باجي اعتذر عن حاجه او ان حياتك الشخصيه مثلا عن حياتي الشخصيه فيها، فتحس ان هو ممكن الايه اللي قدامك يتضايق شويه لانها خصوصيه. بس يعني نتمنى ان هو حتى دي ان الاعلام الرياضي ساعتها في الفتره دي يزيد الوعي بقى بتاعه في القصه بتاعت ان في خصوصيه احنا ما ينفعش نخترقها. ويعني انا مع احترامي والله كل الاعلام الرياضي المصري، ويمكن في ناس كثيره جدا انا عملت معاها حوارات قبل كده وانا احترمها. والنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دكتوره زهراء ان احنا ما بنهتمش باللعيبه غير من لما بيطلعوا. يعني الحمد لله انا اول بطوله عالم حققتها وانا عندي 17 سنه، بس من اوائل الناس اللي كانوا عملوا معايا حوارات من حتى وانا صغير، وكانوا شايفين فيا بذره الامل يعني. وانا يعني بصراحه حابب يعني اذكره النهارده، هو استاذ مؤمن يعني وموجود النهارده هنا، فانا طبعا بحييه. ويمكن انا بقول لك من عندي 17 سنه، فهو كان شايف القصه دي، ف
اتمنى ان برضو ان يكون بقيه الزملاء يبقوا برضو عندهم نفس الوجه او اللي هو نظره للمستقبل اكثر يعني ان شاء الله.